السيد رياض التويتي. سي رياض مرحبا. اهلا بيك داني، شنو احوالك؟ سلم عليك وعلى الجماعه الكل وعلى المشاهدين. مرحبا بك سي رياض، ومشكور دوما تلبي الدعوه وتكون موجود معنا. شكرا ليك سي رياض. اذا عن ماذا تمخض اجتماع لجنه الحكماء في الترجي التونسي اليوم سي رياض؟ تمخض على البيان اللي اصدرناه بعد الاجتماع، كم شفتوه الكل، نصوره كان واضح. معناها في الحقيقة هو اجتماع تم طلب من السيد حمدي المدب رئيس الجمعية، اللي أول حاجة عملها كما ريتو نهار الجمعة، كنت توا تعديه أعلم الأحباب بقراره باش معناها باش يغادر رئاسة الترجي لأسباب شخصية قال عليها هو، اللي هي أسباب صحية. وحال ما انتهت الجلسة العامة مباشرة معناها طلب هو على جناح السرعة باش يجتمع بهيئة الأحباب بهيئة الحكماء، وصار الاجتماع هذا اليوم في مقر الترجي في الحديقة، وحضر هو وحضر معاه سي الهاشمي جيلاني من الهيئة المديرة، وأنا حضرت في خصوص الجوانب القانونية، وهيئة الحكماء كانت حاضرة ناقصينها زوز ثلاثة من الناس لأسباب خاصة. فما شكون كان لبرا ماهوش موجود في تونس، وفما شكون عنده ظروف خاصة منعته باش يحضر. على كل الأغلبية الكبيرة حضرت من هيئة الحكماء، و بالطبيعة سي حمدي معناها أول حاجة هما طلبوا منه باش يبين موقفه، وأعطاه عرض كان عرض واضح في خصوص معناها وضعية الترجي اليوم، وفي خصوص الوضعية الخاصة اللي هو يمر بها واللي تحدث عليها والناس الكل ولا تعرفها تو. يعني اللي قاله سي حمدي نجموا نقسموه على يعني عنصرين. العنصر الأول اللي تحدث عليه اللي هو في الجلسة العامة، يعني التقارير اللي تقدمت في الجلسة العامة بينته في خصوص الجانب المالي للترجي، وهذا أنا حبيت نبدأ به لأنه مسألة هامة جدا. صحيح خروج سي حمدي حدث كبير وربما فاجأ، وخلي نقول ربما غشش العديد من يحبوا الترجي، لكن مسألة هذه مسألة شخصية ما نجموش نناقشوها تو. لكن الحاجة اللي يلزم لفت نظر لها الأحباء الترجي الكل هي المسألة المالية في الترجي. إلى حد الآن ترجي وضعيتها المالية خلي نقول باقية معقولة، معناها تحت السيطرة، وبفضل مجهود الجميع خاصة سيرتو مجهود سي حمدي، الأمور المالية وقاعدة ماشية خلي نقولوا بطريقة عادية بارابور لحجم الترجي وطموحات الترجي. لكن الطريقة اللي قاعدين يخدموا بها توا والموارد اللي قاعدين توا نستفادوا منهم، راهي المسألة هذه راهي ما عادش تكفي. علاش؟ على خاطر مش في المطلق بارابول لطموحات الترجي. الترجي هو بحذاكم يظهر لي سي عمار سوايح نحييه، هو دربنا ويعرف شنو معناها طموحات الترجي. يعني الترجي راهو جماهير ومسؤوليه والناس الكل اللي دايره به راهي ديما تغزر للتشامبيونز ليج في الفوتبول. باش نكونوا واضحين ومن يعني بلا غير ما نقعدوا نلف ولا دورات. ترجي الهدف نتاعو هو تشامبيونز ليج. بالميزانيه توا اللي عنده بالسيف قاعد يخلط. بالسيف هاكا توا عندنا ثلاث سنين ما هزيناش، لكن على كل حال نتسماو مسلكين في 10 سنين. لكن كي تغزر انت للمنافسين نتاعك، معروفين المنافسين نتاعنا، نعرفوهم الناس الكل. فرق مصريه جزائريه مغربيه، ربما فريق من افريقيا الجنوبيه، هذوما هما معناها اللي ينافسوا فينا وينافسوا فيهم. كي تشوفهم على مستوى الميزانيات راهم هربوا بينا ياسر. صحيح. هربوا بينا برشا، دونك التفكير توا لازم يتم في الاتجاه هذاك. لوكالمون على مستوى الوطني راهم الحمد لله معناها ماديا ورياضيا ما عندناش مشكل كبير. لكن بارابور لطموحاتنا احنا معناها فما اشكاليات لازمنا بشويه بشويه نغيروا المنظومه الحاليه. باش الترجي تواكب طموحاتها، سينو رانا ما عادش باش نخرج. دونك فما الاشكال هذا تحدث فيه هو ويعرف كل شيء. معاه جانب اخر اللي هو جانب شخصي اللي هو اعلن على قراره ونيته في يعني في مغادره رئاسه الترجي. ربما الخلط شويه صار بعد الجلسه العامه، ما لقيناش ميسي في بالها اللي طلب اجتماع مع هيئه الحكماء على اساس باش تعين مباشرة رئيس لا لا مش هذا. سي حمدي انسان راهو عاقل ومخه عليه ويعرف شنو هي مصلحة الترجي، سيرتو يعرف وضعية الترجي. اليوم هيئة الحكماء استمعت له ويعني بكل رصانة وبكل زادة رجال كل واحد قالوا له اوكي هذا قرارك انت، احنا ما نجموش نناقشوه،
لانه جاك كما نقولوا من الزاويه الميته، من لونغ المور، معناها قال لك راهو صحتي وعائلتي، ما عادش تنجم تناقش في الموضوع كيما هذا، حتى حد ما نجم يناقشه. دونك قالوا له باهي هذا قرارك انت ونحن نحترموه، وهو الوحيد القادر راهو باش يتراجع فيه، هو برك. كان غدوه تراجع المساله بيده هو، لكن توا بور لو مومون اعلن على نيته في مغادره الرئاسه. الطلب اللي تقدمت به هيئه الحكماء، وفي نظري انا كان طلب رصين وطلب معناها خلينا نقولوا معناها يمشي في مصلحه الترشي، قالوا له باهي كمل اخدم انت كرئيس حتى لتو، هذا باش يصير فراغ لا سبيل اليه، وما كانتش حتى في نيته هو راهو. الى متى سي رياض يكمل يخدم؟ هل وضع تم وضع سقف زمني ام لا؟ هاني جيت ما وضعوش معناها سقف زمني لسبب هما بيدهم ما يعرفوش، وحتى حد ما نجم يعرف علاش. انه قالوا له توا انت كمل اخدم على روحك، خلي السفينه شاده في نيتها وتمشي، وهو ربانها يقعد هو رئيس الجمعيه مع الهيئه اللي معاه توا، وكان يحب يزيد يدعم معناها عنده كيما نقولوا كارت بلانش باش يخدم في الظرف الحالي كيما هو يرى. لكن بالتوازي مع هذا انطلق مسار معناها اون ديمارش دو ريفليكسيون، معناها مسار تفكير باش نفكروا الناس الكل بيان سور مع هيئه الحكماء والهيئه المديره، باش نفكروا الناس الكل مع بعضنا كيفاش نأمنوا معناها اللي الانتقال هذا اللي باش يتم على اثر قرار سي حمدي اللي حتى الان هو قرار نافذ كيما قلت لك، راهو حق التراجع ديما يقعد عنده، لكن نمشيو على انه القرار هذا تم اتخاذه، وباش نأمنوا الانتقال. ماهوش ساهل انه رئيس يشد لك 16 سنه ويوصلها وين وصلها وتجي تقول له اي بارك الله فيك، ولا هو يشد صحيح ويقول ماشي، لا فما تفكير لازم يصير، وباش نفكروا بشويه بشويه من الناحيه المؤسساتيه ومن الناحيه القانونيه ومن الناحيه الماليه ومن النواحي الكل، باش نامنوا انتقال من بعد الهيئه الجايه ولا الرئيس الجاي يكون بطريقه اللي الترجي ما تضرش. لانه اليوم اللي لاحظته في الاجتماع، تعرف انت والناس الكل يعرفوا اللي راهو هيئه الحكماء في الترجي راهي تجتمع مره بعد ترى قديش؟ 2017 اخر اجتماع نثبت عليه 14 ولا 15 ألف 2014 في 15 ما يجتمعوش 2017 سي رياض وقتها ولا حاجه كيما هكا وليد، مش معناها مره فيل مره ما يجتمعوش، معناها ما يدخلوا الا كان تسمع بهيئه الحكماء سيكو راهو فما حاجه كبيره في الترجي ومساله تهم حياه الترجي ومصير الترجي. واليوم الحق بصراحه انا حضرت في الاجتماع، كانوا في مستوى كبير ياسر، كانوا رزان وكانوا حكماء وغلبوا مصلحه الترجي معاهم سي حمدي، قالوا الساعه هذه فما سقف حتى حد ما نجم يمسه، فما خط احمر، هو مستحيل انه الترجي تدخل في ازمه ولا تدخل في المجهول ولا معناها تدخل في بهدله فراغ. المساله هذه راهي لا سبيل اليها، بنينا هذا الكل وعملنا هذا الكل مش من بعد باش ندخلوا الجمعيه في ازمه. دونك هذاك سيد هذاك امناه اللي سي حمدي باش يواصل الى حد ما تنتهي فتره التفكير، وكيف نكملوها باش بيان سور القرار راهو في نهايه المطاف باش يرجع للجلسه العامه، هي اللي باش تقرر من بعد باش نرجعوا للجلسه العامه نقولها فوالا راهو ها اللي وصلنا له، وراهو سي حمدي راهو قرر باش يمشي معناها من رئاسه الجمعيه باش يقعد معناها ريان كو باش يقعد في هيئه الحكماء، وهو بيدو قالها وتفاصيل ما ينجمش، انا ادعي ان يعرف شويه ما ينجمش يبعد كومبليتمون، وراهو ها شنو هو الحل يعني اللي لقيناه باش نامنوا معناها انتقال للرئاسه وانتقال بتاتر هيئه جديده. والمهم نعاود ناكد على هذا دليل ناكد عليه، اللي الشغل الشاغل بتاع الناس الكل هو انه الترجي تقعد سفينتها ماشيه كما ينبغي بلاش ازمه وبلاش باش الحبايب ما يتفاجعوش، وباش الترجي تقعد ديما شاده في التيان لو كاب كيما نقول، هذا هو. واليوم نتصور اللي تمخض عليه الاجتماع ماشي في هذا الاتجاه، وتوصلنا الاجتماع راه قعد قريب اربع سوايع معناها قريب اربع سوايع طويل برشا، في الاخر وفقنا ما بين حاجتين، انه نامنوا معناها سير عادي للترجي، ونامنوا انتقال امن من بعد للرئاسه لشخص اخر اذا سي حمدي ما تراجعش، فهمت كيفاش؟ وبالتوازي مع هذا انه الامور تتواصل بطريقه عاديه والترجي تكمل، وبسيرتو المكاسب اللي حققها الترجي والمكانه اللي خذاها الترجي توا وطنيا وافريقيا وعالميا ما تتمسش. وهذه هي المعادله اللي نتصور على كل حال ان شاء الله الايامات الجايه تورينا اللي وصلنا لها معناها وحققناها بفضل معناها الحكمه نتاع رجال الترجي. الحق اليوم انا ما
تطمئن معناها كي تحكي مع ناس كيما هذوكم، يسرتو رزانة والرسانة والتعلق بالجمعية نتاع اللي أبدأ سي حمدي ما ناقشهمش برشا، وقت قالوا له اقعد كمل ومن بعد خلينا احنا والناس الاخرين في الهيئة نفكروا مع بعضنا ونأمنوا لك خروج ما يضرش الجمعية. هذا بصفة عامة شنو اللي صار فيه. يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل هذه الإيضاحات السيد رياض التويسي التويتي رئيس اللجنة القانونية في الترجي الرياضي التونسي. وحاضر روحك سي رياض إن شاء الله تكون ضيفي ونحب وعد من عندك باش نعاودوا نحكيه مرة أخرى. وليد قرفالة مصر على قانون الجمعيات الرياضية اللي أنت من المساهمين البارزين فيه، واللي تو مازال ما فما حد شيء. يا سي رياض باش نعطيك وانا لازمتك انت سي وليد، لكن انا باش نعطيك معناها نسويه من عندي انا على الشيء اللي قاعد نسمع فيه في الكواليس. انا نطلب من ربي انه ما يخرجش القانون هذاك. اي لا 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 سي رياض، لا على خاطر تم تشويهه بطريقه اللي انا اللي ساهمت فيه عام كامل وضيعت فيه عام كامل. انا نتمنى من ربي ان القانون هذاك ما يخرجش. وكان نحب نحكي علاش يا سي رياض انت تو عطيتنا قنبله كيما هكا، علاش لا ما قلت هذا نقول فيه ليه؟ على خاطر خدمته لجنه عام كامل، لجنه من الخبراء ومن اطارات الوزاره، وهذا الكل راهو ان شاء الله نطلع غلط، هي كلها كواليس. فهمتني وليد دوكا بحذاك عاد يعرف تبارك الله كل شيء. دونك معناها من بعد بيان سور الضغوطات الرهيبه اللي تسلطت على، ما عندكش فكره الضغوطات اللوبيينغ. علاش؟ على خاطر فما ناس حسوا رواحهم تمسوا معناها دون 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 لور بيتيت بيرسون. راهو اكاهو كي انت تعمل قانون، احنا كي عملنا القانون هذاك خمنا في المصلحه العامه، في مصلحه تونس اكاهو ما رينا حتى شيء. ونحيي الزملاء نقولها بدون مجاملة، لكن كيف تعمل أنت قانون تحب معناها تغير به الأوضاع وتحب تحسن به الأوضاع وتدخل ناس تدعي أنها مسؤولين رياضيين ويدخلوا بطريقة باش طريقة راهو خلي نقول طريقة معناها يعني وحشية، راهو سيتي سوفاج راهو اللوبيينغ اللي صار. سي رياض سي عمار يحب يتفاعل معاك، يعني مازال لنا دقيقة بالضبط في البرنامج. هذه الخاص يظهر الجماعة يحبوا يعملوا سياسة يعني بالقوة. كيفاش سي عمار؟ يحبوا شيء يدخل المشهد السياسي مهما كانت التكاليف. لا مش مشهد سياسي، يحبوا هما يحافظوا على الامتيازات والمكاسب نتاعهم. وكي جاء قانون حب يغير من الأوضاع وحب يحسن وحب يحط معناها قانون اللي يحمي الهياكل ويخلي الرياضة تمشي بطريقة موضوعية وبطريقة سليمة، يقول لك لا. علاش لا؟ لسبب وحيد والناس كل تعرف، راه ما عندي ما نخبي، والناس كل تعرف، اللي تابع شوية تعرف كل شيء ويعرف حتى شكون. سبب وحيد اللي هما البريفيليج نتاعهم والوضعية نتاعهم تمست، ويدعيوا أنهم يخدموا في الرياضة ويعاونوا في الرياضة. مفهوم. انا من المنبر نتاعكم من الوطنيه نتمنى من ربي ان القانون هذا ما يخرجش، على خاطر تشوه. واضح. تشوه. وصل المسار. سي رياض ان شاء الله نحب وعد من عندك تكون حاضر معنا ونحكيه في الموضوع هذا اكثر، لانه نعرف اللي انت والناس اللي خدموا معاك تعبتوا برشا على المشروع هذايا، وهذه ثمره التعب نتاعكم والمجهود نتاعكم على الاقل. خلينا المصير نتاع الجمعيه توريت الشيء اللي كان يحكي فيه على الترجي راهو معناتها راهو شيء منطبق على عديد الجمعيات. معناتها القانون هذا ليه كنا نقولوا الترجي في منأى شويه، كنا نقولوا الترجي في منأى شويه يا اخي، حتى الترجي تو دخل في المعمعة. معايا سي رياض توعدنا تكون حاضر معانا ان شاء الله نحكيه. نقعد كم على شط تجيب معك وليد. اي لا بيان سور، لا وليد موجود. مرحبا بك، يعطيك الصحه، شكرا ليك سي رياض، مشكور جدا.